الزوالي ما يقضيش. كنا مع بن علي قبل كنا 10,000 تروح بزوز خفيف، جايب 10,000 فرنك باش ناخذ رطل طماطم وكيلو بطاطا هكا هاو، وناخذ حاشك شتريف زهومة ب 5,000 فرنك ولا 3,000 فرنك زهومة. عاود المدرسية يا ربي ينوب، ما نكذبش عليك. قداش عمرهم صغيرة؟ عندي من 15 وعندي من 12 سنة و 13 سنة. وهم انا غشير صغيرة وبحذايا. كيفاش باش تكونهم ولادك؟ أنت الزوالي كيفاش باش تكونهم ترى؟ نطلب في الدخان. ونطلب في حق قهوة ونهزك أنا تو قدام عينيك القواجي تو كما يحبش عليا 13% حق القهوة أعمل كيما تحب. امشي خضر قول له عاوني أعطيني كيلو بليش تقول لك ما نعطيكش. ما فما حتى واحد باش يعاونك لهنا. متحلف متحلف على الخضار. شعملوا لك؟ في الغلا والكوي. اي الزوالي ما يقضيش. كنا مع بن علي قبل كنا 10,000 تروح بزوز خفيف. أما تو وين تو؟ تحب لك. تاكوردو نحن الزواولة رانا. اش تخدم خويا؟ بطال عامل يومي. عامل يومي. وعندي 4 قشاشر وامهم 5 وانا 6 وكاري. فهمتني؟ هاك تغزر. اغزر الخوخ ب 2500 الزوالي ما يقضيوش. كيلو فلفل هاوك اغزر له قداش. يجي وشعك قلبك وتروح. صحيح تجي تطلب عينيك هكاك وتروح. فهمتني؟ شنو؟ بي قول لي انت اليوم جاي تقضي؟ جاي باش نقضي. يعني قاعد جايب معك فلوس؟ جايب 10,000 فرنك باش ناخذ رطل طماطم وكيلو بطاطا هكا هاو. هذا هو. وناخذ حاشك شتريف زهومه ب 5,000 فرنك ولا 3,000 فرنك زهومه. العوده المدرسيه ايش عامل فيها؟ عاود المدرسيه يا ربي ينوب، ما نكذبش عليك. قداش عمرهم صغيرات؟ عندي من 15 وعندي من 12 سنه و 13 سنه. وهم انا غشير صغيره وبحذايا. وقت اللي نسالوا متى الانفراج حسب رايك على الوضعيه اللي احنا عايشين فيها تو، شنو تجاوبني؟ شو نجاوبك؟ ما عندي ما نجاوبك اختي، هاك تغزر. هاك تغزر بالحالة واحدة، هاك تدور أنت في السوق وشوف. خايف على مستقبل وليداتك؟ خايف عليهم أكثر من تتصور عليهم. كيفاش باش تكونهم ولادك؟ أنت الزوالي كيفاش باش تكونهم ترى؟ باهي. فما شكون تعدى توا وقال لك هاك تتكيف؟ اللي فلوس الدخان اللي قاعد تتكيف بها تنجم توفر بها ماكلة. والله شو نقول لك، هذاك حالة صغر تكيفوا فيه الدخان. فهمتني؟ أي واحد تقول له هات سيجارو يمدك سيجارو، حتى في قهوة تقول له هاتيني سيجارو راني ما عنديش يمدك سيجارو. وصلت اليوم تطلب في الدخان؟ نطلب في الدخان. ونطلب في حق قهوة ونهزك أنا تو قدام عينيك القواجي تو كما يحبش عليا 12% 13% حق القهوة أعمل كيما تحب. إن شاء الله يعمل عزيمة ويبدا من تو يلوح وخلوك اللي يشد. قل لي خويا شكون تلوم؟ اللوم على الدولة. اللوم على الدولة. ما فماش حتى واحد، ما فما حتى واحد يدور في السوق. نورمالمون بالكيتونس. عندك كيتونس خويا وريني. عندك 30%. العياد شو عامل فيهم خويا؟ هكاك عيادي ما فما شيء. أكبر صغير قداش عمره؟ صغير بالكل؟ الكبير فيهم قداش؟ 15 سنة. 15 سنة. أنا بنتي فيتوري، شايل الحمل علوش. آخر مرة كليت الحمل علوش وقت ما كليتوش جملة. شو 15 سنة ما تعرفش الحمل علوش؟ وقت صغيرة بالكل، كليته الحمل علوش، أكا وتو 15 سنة ما تعرفوش علوش. وصل ولدي صغير وقول له شنو أبوك شنو يجيب تيقول لك. شنو واش تحب؟ تيقول لك بابا نحب العلوش. أكثر من هكا شنو نعمل؟ ادخل مرشي الحوت أنت. تشوف الغلا والكوي، الزوالي ما عندوش. تجي عينيك تغزر قلبك. امشي خضر قول له عاوني اعطيني كيلو بليش تيقول لك ما نعطيكش. ما فما حتى واحد باش يعاونك لهنا. وكاري. وربي كاري. ولا كاري 200 دينار. ولا خدمة ما فماش؟ ما فماش خدمة. عباد هيك حارقة من البنزرت من ولاية بنزرت أنا. باش تحكي معاهم ترى الشعب هاك الشعب بطال ولا؟ وين هي ال 20,000 اللي كنا نخدموا بها؟ ما فماش 20,000. مرمى ما فماهاش. برا حديد تو ب 26 ب 36 دينار. شكارة السيمان ب 13 دينار. وين بزل باش تخدم ترى؟ وين هي؟ أنا بطالة. شنو تحب تقول للناس اللي قاعد تسمع فيك؟ والله شنو نقول لك، ماذا بينا يقفوا مع الشعب. والحليل الزوالي. بالله سويل صغيراتك متفاهمين الوضعية اللي أنت تعيش فيها ولا مش متفاهمين. انا بنتي الكبيره قالت لي يا بابا كيفاش عايشين نقعدوا نعيشوا في الكريه. قلت لها ماما نصبروا هكاك. مشيت عملت مطالب على الديار هذاك نتاع الاجتماعيه نتاع سسمه ماما بنك الاسكان هذاك هاكم ديار فارغين فهمتني ما يعطوكش. مشينا الوالي بيدو. الوالي اش قالك؟ قال خويا انا خاتيني. مش تحكي مع الوالي ترى؟ نورمالمون الوالي يدور في السوق لهنا الدوله هذه.
انا في عهد بن علي كنا القفة قلت 5000 نروحوا به. الحامل علوش تشريه ب 3000 فرنك تشريه. 5000 تروح بقفة. تو انت تجيب تو في الوقت هذا. ربي يفضلك صغيراتك. وفضل لك مرتك هي صابره معاك زيد. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. ربي قويك. الحمد لله عايشك.